بشمال إسرائيل السبت في أعقاب اشتباك مئات البدو وأنصارهم مع القوات الإسرائيلية احتجاجا على خطة الحكومة لبناء مستوطنات جديدة في منطقة النقب. وسيترتب على الخطة الجديدة إخراج 40,000 بدوي يعيشون في منطقة النقب بجنوب إسرائيل من قراهم بالقوة. وأطلقت شرطة قنابل صوت ومدافع المياه على الشبان الذين قطعوا طريقا رئيسيا ورددوا هتافات مناهضة للقانون. ولم تثر الخطة غضب البدو وحدهم، بل دفعت الكثير من شبان عرب إسرائيل إلى ربطها بالاحتلال الإسرائيلي للقدس الشرقية والضفة الغربية، ومن ثم بدأت مطالباتهم تركز بشكل أكبر على إقامة دولة فلسطينية. اليوم نتظاهر ضد قانون برافر اللي راح يهجر أهالينا في النقب. اليوم المظاهرات بكل أنحاء فلسطين وبخارج كمان دول الأجنبية. وتظاهر أكثر من 1,000 شخص في أكبر تجمع للمحتجين ببلدة حورة في صحراء النقب، وقال شهود إن عددا من المتظاهرين أصيبوا في الاشتباكات، فيما ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على 28 شخصا على الأقل في حيفا وحورة، وخضع نحو 15 ضابطا مصابا للعلاج. ومن المقرر أن يجري الكنيسة الإسرائيلية قبل نهاية العام تصويتا نهائيا على مشروع القانون الذي يقضي بنقل 40,000 بدوي من عدة قرى غير معترف بها لدى السلطات الإسرائيلية إلى 7 بلدات أخرى بالقوة الجبرية. جيهان لطفي، رويترز.